السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في قناة مستر بيرفيوم. النهاردة إن شاء الله هندخل جوه تركيبة العطر وهنعرف العطر بتاعنا بيتكون من إيه. طبعا بنسمع عن مصطلحات زي الإي دي تي والإي دي بي، الأودو تويلت والأودو برفام والبرفوم، وبنبقى عايزين نعرف إيه الفروق بين كل واحدة فيهم وإيه التركيزات بتاعتها، وليه في عطر موجود في سبراي وليه عطر تاني موجود في دروبر أو رولون البلية اللي بنمشيها على الجلد. فهنعرف الكلام ده ان شاء الله في الدقايق اللي جايه. اول حاجه هنتكلم ان العطر بيتكون من حاجتين مهمين جدا، المواد العطريه، ودي اللي احنا بنسميها النوتس، النوتات العطريه. والنوتات العطريه دي او المواد العطريه بتتدوب يا اما في كحول يا اما في زيت الفريجرانس كارير، يا اما الكحول يا اما اويل. اول حاجه هنتكلم عن الالكحول بيسد فريجرانسز، المواد العطريه بتتذوب هنا في الكحول. السبب ايه؟ عشان المواد العطريه دي اللي هي بتستخلص من حاجات طبيعيه بتكون عباره عن اسينشال اويلز وابسولوتس، بتكون مركزه وريحتها قويه جدا، وبالتالي لو هي موجوده في العطر مركزه من غير ما تتخفف بكحول او زيت ممكن ما تقدرش ان انت تستحمل ريحتها او مش هتستمتع بريحتها في العطر. الكحول اللي بيستخدم في صناعة العطور غير الكحول اللي بيستخدم في صناعة الخمور، غير اللي بيتشرب يعني خالص. الكحول ده بيكون اسمه دي ناتشورد الكحول، وده ما بيكونش ليه ريحة وبيكون أرخص من الكحول طبعا المستخدم في الخمور. السترينث بتاعته، القوة بتاعته بيكون بتقاس بحاجة اسمها البروف، من 170 ل 200. الشركات المحترمة ما بتستخدمش أقل من 180 وصناعة العطور عشان يبقى النقاء بتاع العطر بتاعهم عالي. الكحول دايما يعتبر كمادة حافظة، بيحافظ على وبيخلط المواد العطرية مع بعضها، المواد العطرية بتدوب فيه وبيكون مادة حافظة للعطر، بيحافظ على العطر وبيديله صلاحية لفترة أطول. الكحول طبعا احنا عارفين هو مادة متطايرة، فطبعا لو تعرض لحرارة عالية أو تعرض لضوء الشمس المباشر فممكن ان هو يتبخر، وبالتالي الكحول العطر تاريخ الصلاحية بتاعه ممكن يقل أو ان هو يخرب. فبالتالي لازم نحافظ على الكحول في درجة حرارة الغرفة اللي هي 25 أو أقل من درجة حرارة الغرفة. فدرجة الحرارة المثالية للحفاظ على اللي هو العطور اللي بتكون في سبريهات في بخ دايما هي اللي بتكون الكحول اللي بيكون فيها الكارير، درجة حرارة المناسبة والمثالية من 15 ل 25. ولازم ان انت لما يكون عندك عطور تحفظها في مكان مظلم ومحكم الغلق، مثلا تخلي فيه دولاب كده مقفول كويس تخزن فيه العطور بتاعتك عشان تحافظ عليها لفترة صلاحية طويلة جدا. تاني حاجة الأويل بيسد فريجرانسز، ودي اللي هو الكارير أو القاعدة بتاعتها بتكون من الزيوت، المواد العطرية بتتدوب في الزيت. الزيوت اللي بتستخدم هنا في صناعة العطر unscented vegetable oils، زيوت نباتية ملهاش ريحة، عشان طبعا أهم حاجة إن هي ما تكونش ليها ريحة. مثلا على سبيل المثال الجوجوبا أويل عشان ما تأثرش على ريحة المكونات العطرية نفسها. الزيت طبعا مادة ثيك، بتكون ثقيلة أو سميكة، فطبعا لو حطيتها في سبراي مش هتتبخ كويس، فبتستخدم دايما بتكون في دروبر في قطارة أو في اللي هو الرولون البلية اللي بنستخدمها على الجلد. الزيت طبعا بيكون ليه لونج لاستنج افكت، بيقعد لفترة طويلة جدا على الجلد. الزيت نفسه ليه تأثير ستابلايزنج افكت، والامتصاص بتاعه من الجلد بيكون عالي، وبالتالي برضه بيزود اللي هو ثبات العطر على الجلد لفترة طويلة. في حالة ان في حد عنده حساسية من الكحول، ففي الحالة دي مش هيقدر يستخدم اللي هو العطور اللي بتصنع من الكحول بيكون فيها الكحول الكارير، وممكن يستخدم في الحالة دي الاويل بيسد فريجرانس، هتكون افضل بالنسبة له. هنا طبعا الزيت احنا قلنا الميزة فيه ان هو لونج لاستنج، بيقعد فترة طويلة على الجلد، ولكن ان العطور دي ما بيكونش فيها كحول، فالتبخير بتاعها بيكون قليل، الزيت التبخير بتاعه معدل التبخير بيكون قليل، فبالتالي البروجكشن بتاعه بيكون قليل. اللي هيشم ريحة الاويل بيسد فريجرانس حد جنبك قريب منك قوي، مش هتبقى الريحة فواحة زي ريحة العطور اللي بيكون فيها كحول.
هنقول هنا ال concentrations، تركيزات العطور ايه التركيزات، وليه بنسمع دايما اودو تويليت الاي دي تي والاي دي بي والاودو كولون والبرفوم والاكستريت دو برفوم. هنشوف الكلام ده. كلمه لما تلاقي كلمه او اي يو في العطر دي معناها ان العطر ده فيه كحول، يعني العطر ده بيكون القاعده الكارير بتاعه كحول ما بيكونش زيت. اول حاجه فيهم الاي دي سي اللي هو الاودو كولون. الاودو كولون ده بيكون تركيز المواد، احنا قلنا العطر بيكون مواد عطريه وكارير اللي هو كحول او زيت. فهنا الاي دي سي بيكون 5% النوتس اللي هي المواد العطريه و95% كحول. فطبعا تركيز المواد العطريه بتكون قليله هنا مش عاليه. المواد العطريه اللي هي الخمسة في المية دي بيكون اغلبها ممكن بنسبه 90% السيتروسس والهيربس، الحاجات اللي هي زي البرجموت والليمون والحاجات العشبيه. اللونجيفيتي بتاعتها بيقعد بس على بيقعد على الجلد ساعتين، مش اكتر من ساعتين. فالاي دي سي بيستخدم دايما كحاجه ريفريشنج، ممكن تستخدمه كده في البيت لما بتكون بتحب تحط عطر كل شويه تجدد العطر وترش منه زياده، او نازل مثلا رايح سوبر ماركت او مكان قريب وراجع تاني بسرعه وعايز تحط حاجه بس خفيفه كده وتكون فواحه في نفس الوقت. فهو الكحول فيه بيكون 95% والمواد العطريه 5%، فبالتالي هيكون فواح بس مش هيقعد فتره طويله. تاني حاجه الاي دي تي الاودو تويلت، وده بيكون تركيز المواد العطرية أعلى شوية، بتكون 10% المواد العطرية و 90% كحول. هنا مني يعني في الغالب اللي هي 10% من المواد العطرية دي بتكون سيترسيس، الحاجات برضو زي البرجموت والأورنج والمندرين. واللونجيفيتي بتاعته بتكون الثبات بس 4 ساعات، مش فترة طويلة. اللي بيكون مناسب اكتر الاي دي تي مثلا لحد بيروح رايح الجيم، قبل الجيم كده يحطه ويقعد معاه الساعة ولا الساعتين اللي هيكون فيهم في الجيم ويساعده في الفترة اللي هو بيكون راجع فيها ديت، فهو بس بيقعد 4 ساعات مش اكتر من كده. بعد كده الاي دي بي الاودو بارفوم، ده بيكون تركيز المواد العطرية 15% النوتس 15%، وبيكون في الكحول 85%، وبالتالي بيكون تركيز المواد العطرية هنا أعلى. المواد العطرية دي بتكون أغلبها من البيز نوتس الأخشاب والحاجات الأنيمالك، فبالتالي بيكون الثبات بتاعه الفترة أعلى، وده بيقعد حوالي اللونجيفيتي بتاعته بتقعد حوالي 8 ساعات، فبيكون مناسب إن أنت ممكن تستخدمه في الشغل أو إن أنت خارج وهتقعد فترة طويلة بره. تاني جروب هنا اللي هو البرفوم. البرفوم ده بيكون مركز اكتر من المواد العطرية، 25% من النوتس من العطرية و 75% كحول او زيت. هنا البرفوم والاكستريت دو برفوم يا اما القاعدة الكارير بيكون يا اما كحول يا اما زيت، لكن في الحاجات اللي فيها كلمة اود دي بيكون كحول بس، ما ينفعش يكون فيها زيت. البرفوم 25% المواد العطرية و 75% كحول او زيت، وبالتالي بيكون مركز وثباته الفترة أطول، وبيكون أغلبه من البيز نوتس برضو زي ما قلنا زي في الاي دي بي. الاكستريت دو برفوم تركيز النوتس فيه أو المواد العطرية أكتر من 30%. في شركات بتكتب التركيز ده مثلا زي أمواج لما عمل اللي هو الاكستريت دو برفوم بتاعه الريفليكشن مان 43، يعني تركيز اللي هو المواد العطرية فيه 43%، كاتبين على العطر نفسه وموضحين النقطة دي. وفي شركات مش بتكتب بس بيكتبوا اكستريت دو برفوم، فأنت تعرف أن هو التركيز المواد العطرية فيه اكتر من 30% برضو، يا اما بيكون كحول الكارير بتاعه يا اما بيكون كحول يا اما بيكون زيت، وبالتالي بيكون يا اما بيكون موجود في سبراي يا اما في دروبر او قطار. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. ولو حابين نتكلم عن اي حاجة في الفيديوهات القادمة ياريت تعرفوني في الكومنتات. مع السلامة.